الله وبركاته. أبطال اليوم يا مس بدنا نخلص ثالث حرف من أحرف المد. أخذنا حرف الآ، حرف إيش أخذنا؟ وأخذنا حرف الأو، إيش أخذنا؟ اليوم يا مس بدنا ناخذ الحرف الثالث اللي هو حرف الياء. اسمه ياء وصوته إيه؟ اسمه ياء وصوته إيه؟ يلا تاليا، اسمه ياء تاليا وصوته إيه؟ اسمه ياء وصوته إيه؟ اسمه ياء وصوته إيه؟ اسمه ياء وصوته إيه؟ اللي هو اسمه إيش حكينا؟ اسمه ياء وصوته إيه؟ هذا الحرف الياء إله يا مس كم أخوه؟ ثلاثة. مثل أنت، مش أنتوا عندكم إخوان وإخوات كل واحد فيكم إله شكل؟ وهو كمان إله ثلاث إخوان، كل واحد فيهم إله شكل، بيختلفوا أشكالهم مع بعض. يا إما يا مس بيكون مادد إيده هيك بيستقبل الحروف الأخرى، بيكون مادد إيده للحرف، أو يا مس بيكون مادد إيده من الطرفين كمان، مادد إيده من اليمين والشمال، أو يا مس بيكون مثل البطة ومادد إيده. تمام؟ هذا التلت إخوان للياء المؤدب. هذا إيش اسمه؟ ياء مؤدب. مؤدب ما إله ما إله ما إله إيدين، بضله مؤدب. بس أنتوا عندكم إخوان، هو كمان حرف الياء الكبير إله كم أخو؟ ثلاث أخوان. أول حرف يا مس بيكون مادد إيده هيك بيستقبل الحروف جنبه والحروف بتشبك فيه. تاني واحد يا مس بيستقبلها من اليمين ومن اليسار، يعني من الجهتين بيستقبل حروف. آخر واحد اللي هو بيستقبلها من كم جهة؟ من جهة واحدة. بس هو بيكون مثل إيش شكله؟ مثل البطة. تمام يا مس؟ هذا الأخو الكبير إيش اسمه؟ الياء الكبيرة. تمام؟ هلأ يا مس بدنا نبلش بأول أخو من أخوان الياء الكبيرة اللي هي الياء هاي. أول واحد يا مس بيكون مثل الهيكة مادد إيده. شوفوا كيف مادد إيده؟ شوفوا كيف مادة إيدها الياء؟ بتستقبل الأحرف جنبها، يعني مثل كلمة يد، هيها لزقت الحرف الثاني فيها صح؟ لزقته فيها فصار أخوها الحرف. بتحب يكون عندها أخوان كثير بتلزق الأحرف فيها. تمام يا مس؟ هاي أول وحدة اللي هي إيش؟ عندها إيد وبتستقبل فيها الحروف كثير. طيب الثانية مثل يلا اكتب يا سيدرا. يلا اكتب يا سيدرا، يلا شاطرة. يلا جد اكتبي. ريان خلصت؟ يلا. ركزوا معاي، دمية. هيا مس الياء بتحب الإخوان من الجهة اليمين ومن الجهة اليسار، يعني بتمد إيدها هيك بتاخذ أحرف من هون، إيد من هون وإيد من هون. يعني هاي شمالها بتحب تاخذ أحرف كثير. طماعة اللي هي الشكل اللي بتاخذ حرف من اللي بتاخذ بتمد إيدها من الجهتين. شو اسمها يا إيش؟ طماعة. بتحب الأحرف. الصورة الثالثة لحرف الإي، الأخ الثالث إلهم اللي هو يا مس هون مثل البطة. مثل إيش؟ وبمد إيده من الجهة هاي مثل كلمة كرسي، بتمد إيدها للحرف اللي قبلها بس هي شكلها مثل البطة. مثل إيش؟ هدول كلهم إخوان الإي الكبيرة اللي هي هاي الإي الكبيرة المؤدبة، ما بتمد إيدها أبدا وبتضل قاعدة بمكانها، اسمها الإي الكبيرة. تمام؟ ما بتمد إيدها لحدا وبتضلها قاعدة مكانها. اتفقنا؟ من أشكال الإي مين يحكي لي؟ اللي مادة إيدها من جهة واحدة. يلا بصوت واحد مدوا إيدكم من جهة واحدة.
وإلها كم نقطة؟ نقطتين. كم نقطة؟ نقطتين. هلا الياء وخواتها كلهم إلهم كم نقطة؟ نقطتين. آية كم نقطة؟ نقطتين. كم نقطة؟ نقطتين. كم نقطة؟ نقطتين. مرة ثانية نكتب اللي بأول الكلمة، اللي مد إيدها من جهة واحدة، مدوا إيدكم من جهة واحدة أشوف. أبطال مد إيدها من جهة واحدة، كيف شكلها يا مس؟ هيك مننزل شحطة لتحت وللا عندي. وكم نقطة إلها؟ نقطتين. نقطتين، رائعة. ستري ماس نقطتين، كم إلها؟ نقطتين. بطلة سارة نقطتين، كم إلها؟ شحطة لتحت ورايحة على الرصيف وإلها نقطتين. يلا لحالك هون 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 يا مس. شحطة لتحت ورايحة على الرصيف، على الرصيف من تحت وإلها نقطتين. مرة أخرى يلا يا مس. بطلة رائعة. شحطة لتحت رايحة على الرصيف لعندي 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 لعندي. وكم نقطة إلها؟ رائعة نقطتين، أحسن. ومننزل على الرصيف، رائعة بطلة. كم أحسنتي، رائعة. أهلا بكم في قناة المدارس العربية الوطنية. نود أن نخبركم بأن التسجيل ما زال مستمر في مدارسنا من الروضة وحتى الصف الثامن الأساسي بأعداد نموذجية وبكادر تعليمي مميز. ليصلكم كل جديد يرجى تفعيل الجرس والاشتراك في القناة. مديرة المدرسة آيات شبيلة.